قبل ساعتين قلت لي بالطريق، شنو الموضوع؟ انت ما تحبني مو؟ وعندك وحدة غيري وجاي تلعب بذيلك صح؟ مش قد بكت فلوس من القاصة؟ يعني شنو قصدك؟ اشتريت ملابس؟ ايه شقد شقد؟ سالم ايش بيك؟ منو قال لك؟ شوف يعني ما ماخذ شيء من فلوسك. ايش بيك؟ ايش قد بكت من فلوسي؟ يا رب يا راد يوسف اليعقوب رجع لي وليدي أمير بحق ارتفاع عرشك بحق عظمتك بعيني يا رب رجع لخاطري طلعت انت واختك تقولوا خاطري زوجتي عبالكم غشيم خاطر ابني مو هيك سالم سالم يمه ايش عندك بهالبرد واحد تشكو يعني ايش عندي يمه ما تقول لي ايش عندي سالم الله يخليك رجع لي وليدي أمير إذا ما رجع باكر أموت صدقني وداعتك أموت يمه بسم الله عليك يمه صدقيني بالله العظيم باكر راح أطلع لك إياه باكر أخلي واحد يتكفل الصبح ويطلع العصر هو يمك صدق يمه والله يمه والله دقومي عمه قومي قومي نامي الدنيا باردة وباكر الله يفرجها دقومي يا يمه بهالبرد صدق كذب قومي حبيبتي صدق تريد تخلي لك كفيل وتطلع من السجن؟ اي صدق